استاذ محمد، طبعا محتاجين نبدا معاك بالحديث عن المكتب التنفيذي للكاف، وخد النهارده قرارات مهمه جدا. ما يخصنا او ما يهم المشاهدين هم يسمعوا هذه الموضوعات. اول حاجه ان تم انهاء التعاقد مع لاجاردير الفرنسيه المسؤوله عن مساله التسويق الخاص بالبث الفضائي للمباريات الافريقيه. تمام. تاني حاجه الموافقه على ثلاثه تفئات جديده من جوائز الكاف: افضل لاعب افريقي داخل القاره، افضل رئيس نادي افريقي، وجائزه تقديريه. الجزئيه الثالثه المتعلقه بكاس عالم الانديه ان شاء الله لا ينظم في موسم 2020-2021 بعد ما يكون في اكثر من حوالي 24 نادي مشاركين في هذه البطوله. تم الاتفاق من خلال المكتب التنفيذي ان اول ثلاثه انديه في ثلاثه مراكز الاولى في دوري ابطال افريقيا موسم 2020-2021 هم اللي يمثلوا القاره الافريقيه في كاس عالم الانديه: بطل الدوري ابطال افريقيا الوصيف، والمركز الثالث. ولم يتحدد المركز الثالث، هل هيكون مباراه بين الثالث والرابع، ولا هيكون اللي هم الخاسر في السيمي فاينل، ولا هيكون افضل النتائج في مباراه السيمي فاينل في الخاسر من طرفي المباراه. كمان في جزئيه مهمه جدا، تم تحديث لائحه للسلامه والامن الخاص بالملاعب، وتم التصديق على هذه اللائحه لتطبق خلال الفتره القادمه. وايضا كمان تم اعتماد مخطط ومشروع تنظيمي لاصلاح التحكيم في القاره الافريقيه. قرارات مهمة جدا وكلها متعلقة بمستقبل الكرة الإفريقية، تعليق حضرتك عليه. هو احنا هنبدأ فعلا من آخر قرار اللي هو تطوير التحكيم، لأن هو الأزمة الحقيقية اللي بتواجه كل البطولات الأفريقية في الفترة الأخيرة أو في الخمس ست سبع سنوات الأخيرة دي، قضية التحكيم. إصلاح منظومة التحكيم ووضعها نصب الأعين في القرارات اللي خدها الكاف ده شيء مهم جدا جدا، وكنت أنا يعني شخصيا كنت أتوقع أنه يبقى رقم واحد في قرارات المجلس التنفيذي، لكن هما برضو أحيانا لما يكون في حاجة سلبية أو حاجة مش كويسة بيخلوها للآخر، بيقولك إحنا هنعالجها خلاص. فإصلاح التحكيم ده مهم جدا، أعتقد أنه هيبقى فيه يعني طفره في القصه دي، عن سواء باستخدام الفار في جميع المباريات بتاع البطولات بتاعه الاتحاد الافريقي، بصرف النظر عن دوري ابطال ولا كونفدراليه ولا بطولات كاس افريقيا. دي هتبقى مهمه جدا وهتبقى ضروريه، وهيبقى في برامج اعداد كويسه جدا للحكام. نفس القصه برضو اعداد جيل من الحكام الافارقه، ان احنا عارفين ان القصه بتاعت الحكام محصوره في ست سبع شخصيات بتحكم قديلهم اكتر من خمس ست سنين، وبرضه يبقى المشاكل بتحصل رغم ان هم يكونوا موجودين. فدي نقطه مهمه جدا جدا، وانا بتفق ان معاك ان دي من اهم وابرز القرارات. القرار الثاني المهم جدا اللي انا بعتبر ان هو بالنسبه لنا احنا ككره مصريه قرار مهم جدا، اللي هو كاس العالم للانديه. النهارده لما يكون عندك في فريقين مصريين بيشاركوا في كاس في دوري ابطال افريقيا، في فرصه كبيره جدا ده، وغالبا ما بيكون الاهلي والزمالك ان شاء الله، يبقى في فرصه كبيره جدا لما يخش الاول والثاني ويبقى في ثالث كمان ويخش يروح كاس العالم للانديه، هيبقى في نوع من انواع التنافس. انا ما بتكلمش على اللي هيتاهلوا من افريقيا فقط، لا، انا بتكلم على البطوله ذاتها هتبقى اتقل بكتير. ان انت الاول كنت بتعمل ثلاث مباريات وبالسلامه خلاص يلا خلصت، لا بالعكس، انت هتعمل نظام كبير للبطوله، هيبقى في احتكاك مع منتخبات مع فرق كبيره جدا جدا، هيبقى مده البطوله اطول، هيبقى في فرص للي يخسر مباراه يقدر يعوض في ثانيه او ثالثه او كلام من ده. فشيء طبيعي ان كاس العالم للانديه هتبقى محور اهم القرارات اللي اتخذها الكاف. تمام. برضو من ضمن القرارات المهمه جدا استحداث جائزة أفضل رئيس نادي في إفريقيا، جائزة تقديرية، وأفضل لاعب أفضل لاعب في إفريقيا خلال الفترة القادمة. كانت موجودة قبل كده واتلغت ورجعت تاني، تم جواز استحداثها من خلال المكتب التنفيذي، وإن شاء الله هتبقى موجودة خلال العام القادم. هو طبعا يعني جائزة رئيس النادي أو أفضل رئيس نادي دي بتعتبر جائزة شخصية، واخد بال حضرتك؟ ده نوع من أنواع التكريم للأندية اللي هي بيبقى رقم واحد في الكرة الإفريقية. رقم واحد ليها دور في تطوير الكرة الأفريقية بصفة عامة. اتنين بتعمل بطولات وتعمل نتائج وتعمل كوية. تلاتة بتحافظ على القيم المهمة، القيم الروح الرياضية، أو بمعنى صح الروح الرياضية السليمة. يعني ما تلقاش تلقى في أحيانا كتير، احنا بنتابع دوري أبطال أفريقيا، تلقى رئيس نادي يتهم بأن هو كان بيعمل
اتفاقيات او رشاوي او كلام من ده والحاجات دي كلها، كل ده هيطلع من الصوره. هيتبقى رئيس النادي النموذج القدوه اللي ممكن جدا يبقى رمز للانديه في افريقيا. فالجائزه دي مهمه جدا، وجائزه احسن لاعب يعني ده انصاف للعيبه اللي بتلعب في القاره الافريقيه. مش معنى ان انا طلعت احترف بره ويبقى اجي واخد جائزه ويبقى على حساب الناس اللي هي بتبقى بتلعب في القاره وبتروح وتلعب مع فرق في تونس او في الجزائر او في مصر او في السودان او في جنوب افريقيا. يبقى ده نوع من انواع رد الاعتبار للاعب اللي هو مش لاعب محلي، هو لاعب في القاره الافريقيه، يعني مفترض ياخد حقه، يبقى ليه جائزه مخصصه ليه. فيبقى ده برضو من الحاجات الكويسه جدا اللي عملها الكاف. طيب برضو جزئيه مهمه جدا وهي متعلقه بقى بكاس الامم عام 2021 في الكاميرون. الاتحاد الكاميروني كان طلب من الاتحاد الافريقي ان بطوله الامم ما تتلعبش في شهر 6 و7 نتيجه ظروف الجو اللي هتبقى صعبه جدا على اقامه البطوله هناك في الكاميرون في التوقيت ده. فتم الاتفاق من خلال مكتب التنفيذ النهارده ان نظرا للظروف الجويه سيتم تحديد تواريخ الامم الافريقيه عام 2021 بشكل مشترك ما بين الاتحاد الافريقي والبلد المضيف. اذا الميعاد اللي اتلعبت فيه البطوله في مصر خلال الشهرين ثلاثه اللي فاتوا كمان سنتين بنسبه كبيره مش هيكون هو ده الميعاد اللي هتتلعب في البطوله، ممكن يتغير ميعاد البطوله. واعتقد كمان يا استاذ محمد تكمله للموضوع قبل ما اخد راي حضرتك في الجزئيه دي، هي فرصه كويسه ان يحصل التعديل لان كاس عالم الانديه 2021 هيكون في نفس توقيت ميعاد كاس الامم في شهر 6 و7 بالظبط. هو طبعا يعني انا ضد ان انت تعمل ميعاد لكل بطوله، ما ينفعش. ان احنا الاول كانت بطوله ثابته بتقام في يناير واخر واوائل فبراير، اواخر يناير واوائل فبراير، وقلنا ان الانديه الاوروبيه بتشكو وعملنا حساب الانديه الاوروبيه ان هي ما بترسلش اللاعبين المحترفين بتوعهم او بترسل بعضهم او بيخافوا عليهم ان يجوا يصابوا كلام من ده. فعدلوا المواعيد على اساس ان يبقى في 7 في شهر 7 و8 على اساس ان الانديه يبقى المحترفين كلهم بكامل القوه بتاعتهم. طب انت هتعدل هتودي فين؟ يعني هتودي الميعاد تعمله امتى؟ يعني القصص بتاع التعديل والتبديل والكلام من ده. طب ما هو انت النهارده بتقيم في جنوب افريقيا او في الكاميرون وفي جو حار، طب لو كان المباراه في شمال افريقيا ما كانش هيكون جو ظريف شويه؟ في رطوبه في مصر حتى في شهر 7. طب ما يعني انا قصدي اقول ايه؟ ما نبصش برضو لانه عشان كاس العالم للانديه احنا عايزين ميعاد ثابت. انت النهارده غيرت الميعاد للسنوات الفرديه وقلت خلاص هتبقى دايما، وهتقولت في 7 و8. انت طب انت ما عملتش دراسه قبل كده لقصه الجو وقصه الاجواء والحاجات دي كلها؟ طيب الميعاد الجديد هيكون امتى؟ ما هو برضه ايه مهم جدا عدم اللخبطه او التردد في القرارات، لان في بعض الدول اللي احنا ما نبصش عندنا، احنا على جنب خالص، بتحط الاجنده بتاعتها كلها بناء على مواعيد البطولات الموجوده ومنها بطوله كاس الامم الافريقيه. هي فكره نظرا للظروف الجويه انا هعديها مؤقتا، بس انا المعلومه اللي عندي مش ظروف جويه، المعلومه اللي عندي عشان كاس العالم للانديه 2021 في الصيف ماشي في اتجاه ان طبعا من خلال انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي ان كاس العالم للانديه ليه اولويه، لان هي فكره الاتحاد الدولي في التوقيت ده. تمام تمام. فعايز ينجح البطوله ويسوق البطوله، فبالتالي السبوت كله هيبقى على البطوله. ففي التوقيت ده إقامة بطولة الأمم الإفريقية هيكون صعب، لأن اللعيبة اللي بتلعب في الأندية بتلعب في المنتخبات بالزبط. فمش هيبقى في تعارض طبعا. فهم فكرة الظروف الجوية دي هنعديها مؤقتا، لكن هي الفكرة في تأجيل ميعاد البطولة أو تغيير الميعاد مرتبط بكاس عالم الأندية. يبقى نقول تأجيل مؤقت، يعني ياخد لها ميعاد تاني عشان لا تتعارض مع كاس العالم للأندية فقط لا غير.